عليكم البنات، اليوم انا راح ندير لكم دجاجه كيفاه يشوطوها. لو كنا عدلكم اللي بغى يشوطها، اللي بغى ينحيلها هذه الاخرى القشره هذه نتاعها، اللي بغى ينحيها لا اللي بغى يخليها. انا راح نخليها بالجلده بالكل. هاكي هاك الطابلة وديريها شعل لاخر الطابونة تاعو تتخمج لي، ينحيلها الجلدة نتاعها. لي ما لي بغا بالجلدة، لي بغا الطيب يخليها ب يشبطها، خاطرش نكملو دوك نشبطوها، نكملو الطابونة تكون فيها الدسم، فيها الطيب كبير. هي بالجلده نتاعها خير، كي بغات كيما انا. شوفي هذاك الزيوتات راه مغطو، عندهمش مثل. هكذا نبداو لها السعر جميل. هم فيت البنات كي تقطعوا هذا تزيدوا جبدوا شوي هنا باش تكون لكم السبه هنا. جبدوا شوي طحين تاع الصدر باش كي تحطوا السبه هكا فيها شوي العمل لهنا. تبداو على البصوصة هذه نحيوها هكا، هذه هي هذا البنات غادي تبداو عليه باكي تحطو في الفريجيدار يدير الريحة. بصح كي تبداو عليه ديرو سباكيتي ولا حاجة راه ما تكونش فيه الريحة هذا. بصح كي تلوحيه في الفريجيدار في لاكلاص شوفي تجبديه يدير واحد الريحة ما تقدريش تاكليه. البنات شوفوا كيفاه بغيت نسلو باش هاكي نبغي ندير به حاجه نلقاه. شوفي نلقى هكا طرف كبير بغيتي ديري فيه لاخر سمو والو، كي نبغي نديرو فيه لاخر اللحم المرحي ولا نديرو هذاك فيقولو شيف هذاك اللي نديروه هكا. نحلوه هكذا هو هاكي خير ما نخليوه رجل. كي نحي كي نخليوه رجل تعرفي كي نبغيو نطبخو به نحصلو فيه. قلت لهم اليوم انا راح نحلو هكذا هاكي قاعد يتسلق قاعد حيزو ذبحو. هاولا البنات هذا كان رجل كيفاه حليتو هاكي. شوفي كيفاه نسلتو وحليتو. كي نبغيو نديرو الرول هذاك ولا لاخر نحكمو نفرشو هكذا وين هو واحد نزيدولو هكا ونديرو فيها اللحم المرحي ولا الروز ولا لاخر ونقلبوه هكذا. نقلبوه هكا ونحكموه خير ما نخليو هكا رجل. الرجل تجي طيبيه ولا لاخر تحصلي فيه. بصح ولا كان بغيتي تقليه تقلي هكا خير هكذا راهو هكي. ها الدجاج نتاعي دوك غسلتو وكملتو، نجيبو الملح، نجيبو شوي ملح، هاو جديد اليوم برك لي تذبح، اليوم لي تذبح بدايخ، واش من هذاك لي قديم حاكم روحو، هاد اليوم برك لي ذبح حاجة بحالنا، في طول دايرها هاكاك جديدة، بغيت نقصها بالموس. نزيد لها شوية خل بصح ما نديرلهاش بزاف خاطر راه الجاجة ما يشتيش الخل بزاف، بعد ما عنديش القارص. في الجاجة ماهي برك كبيرة. البنات ها هديك ها وشوية سكالوب ها هو هاكي. درت بصلة طماطم زيت دوك نزيد شوية ثوم ها هما كي التوابل ما تكثرش بزاف خاطر راح ندير البطاطا
نحط شويه فلفل الكحل مطربيه بحال الحلاوه. دوك نديرهم يتقلاو ونروح نقشر البطاطا واللوحه هكذا ما نديرش الماء بزاف ونحطها في الكيكوطه هذه المقدوده راهي تهبل تهبل عجبتني ما نحبش الطبيخ منها. ديك حاجه الطماطم زيت شويه حريصه غير البنات تسطفوها هكذا هكا بكري حنا نديرو الروتي تاعنا. الروتي تاعنا حنا بكري هكا نديرولو نعطيكم لأنكم العبدة وليت نعطيكم نديرو الروتي نقص عليها شوي فوق هكا دروك البنات هكا نخليها دروك نغسلها وطيب لا عقل كي نحل عليها نلقاها زبده. البنات ها هي كي البطاطا نتاعي اللي قلت لكم راح نديرها لكم روطي شوفي كيفاه جات درت فيها ما درتش طول فيها الماء شويه يا ربي يكون فنجان ولا نص كاس. وهاي خليتها قفلت عليها في الكيكوطه هذيك الجديده جات تهبل تهبل. هذا هو الروتين تاعنا نتاع بكري مع الكسرة والكسرة ها هي كي الكسرة ها هي كي رطبة الكسرة تاع العبداوية هذه هي ناكلو بالصحة والهنا ناكلو ان شاء الله بالصحة والهنا وديروها وتعجبكم بقاو على خير بقاو على خير.